نعم يا عزيزي المتابع، كبرت ولحد الآن لا تعرف كيف تلعب بإعدادات ماينكرافت، فاليوم سأعلمك كل ما تريد أن تعرفه عن إعدادات ماينكرافت الجوال. فيلا عطنا لايك واشتراك وخلونا نبدأ بالمقطع. أوكي يا جماعة، بالنسبة الآن أنا ما مفعل أي نوع من الإعدادات الزايدة، ولا روس سباك ولا أي شيء. كان عندي روس سباك بس شلته. المهم بس بشكل عام أنه حاليا ماينكرافت هي ديفولت تماما أو جدا عادية. فخلونا نروح على خانة السيتينجز. السيتينجز شلون تدخلها؟ تضغط على هاي النقطتين ثم تضغط إلى سيتينج. طبعا هاي الخطوات كلكم تعرفوها. اول اعدادات عندنا هي هاي الاعدادات مال تتعلق بالشاشه، بس مو جدا مهمه وما انصحك انك تغير فيها، واذا تعرف غير بكيفك. بس اكو من عندهم مثلا للاطفال، مثلا اذا تفعل وحده من الخيارات راح يخليك تضغط مثلا على الخروج اكثر من مره لحد ما يضغط، وممكن حتى يعني بوكتر اقول خلاص ماينكرافت خربت عندي، فاتمنى انك ما تلعب بيه او بكيفك. اما بالنسبه للخيار الثاني اللي هو هاو تو بلاي، هاو تو بلاي هو يعلمك جميع خيارات ماينكرافت، كل شيء بدايته من الكنترول، من التحكم الاتش يو دي، شو يسوي الاتش يو دي، الانفنتوري والكرافتنج والتولز والويبنز والنايت فول والى اخره. فتقدر تاخذ الحكي كله وتحطه بجوجل والترجمه اذا ما تعرف تلعب ماينكرافت، واذا تعرف فهاي اصلا شيء ما راح يهمك. نروح على خيار الجيم. خيار الجيم يحتوي اول شيء على النيم، نيم العالم، اسم العالم، بكيفك هذا تغيره، بس ما تقدر تغيره من داخل العالم، لازم تطلع من العالم ويلا تدخل. اما الخيار الثاني اللي هو عبارة عن خيارات اللعب، اللي هي السيرفايفل، اللي هو مود العادي اللي هسه قاعدين نلعب احنا سيرفايفل، يعني عندنا قلوب وقلوبنا مبينه، واذا وقعنا راح ندمج. دقيقة خل ادمج روحي. شوف يا عزيزي المتابع، اتدمجت اي انه اني اجوع وانقص واموت وكل شيء واغرق، فهذا هو مود السرفايف. المود الثاني يا عزيزي المتابع اللي هو عزيزي المتابع، قبل ما تكمل المقطع بليز اشترك بقناة محمد الولد بادي جي، فاتمنى انكم تروحون وما تقصرون ويا وصلوا 100 مشترك، الولد راح يفرح مرة. وبس تحياتي للكل. عزيزي المتابع اللي هو مود الكرياتيف، يقول لك الان اذا فعلت مود الكرياتيف ما راح يحسب لك اي انجاز في هذا العالم، انا اقول لك كونتينيو كمل، اصلا هو عالم تجريبي. فالحين في مود الكرياتيف اقدر اطير واقدر اعمل كل حاجه انا ابغاها في هذا العالم، وراح تفتح لي كل الخانات. فشوف الخانات هنا يعني جدا جميله، طبعا راح احولها على العادي. فهسه اعلمكم شلون تسوون الفيكتوري هيك. فهذا هو مود الكرياتيف. اما بالنسبه للمود الثالث يا عزيزي المتابع اللي هو الادفنجر، هي انا هذا اللي هو الادفنجر مود. عندما تفعل هذا المود راح يكون كل شيء صعب. فهذا المود ممنوع انك تكسر، ممنوع، بس الحاجه الوحيده اللي تقدر تسويها في هذا المود هو انك تضرب الحيوانات وبس. اوكي لقينا بقره الحمد لله والشكر، فنقدر نضرب الابقار، وهاي الشغله الوحيده اللي تقدر تسويها بهذا المود. فيعتبر مود للمابات، مثلا اذا تريد واحد مثلا ما يكسر بمابك او كذا شيء، فهذا هو الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه بهذا المود. يا عزيزي المتابع، اما بالنسبه هنا بالبريسونال جيم مود، هنا عندك بعض الخيارات. الخيار الاول اللي هو ديفولت يعني عادي، هذا انتبهوا لي شوية. هاي الخيارات كلها الموجودة هنا هي بس الك وحدك، مو للجيم كله. هذا اذا انت هذا الفوق، هذا ينطبق على الكل، يعني مثلا اذا واحد اثنين ثلاثة داخلين باللعبة راح ينطبق هذه الخيارات كلها على الكل. اما هذا الثاني فينطبق بس عليك، مثلا اذا تريد تلعب سيرفايفل وحدك فبس هذا راح يخليك تلعب سيرفايفل وحدك، هذا كرياتيف يخليك كرياتيف وحدك، ادفنجر بس انت ادفنجر، فهذا الشيء ينطبق عليك وحدك. اوكي يا عزيزي المتابع، الان جينا الى الديفيكالتي. الديفيكالتي اللي هي تحدد شنو المود اللي انت بيه. فاول مود بالنسبه لنا اللي هو مود البيسفول. البيسفول مود وهو المود اللي ما تجوع به ولا تعطش، يعني ما تعطش الو. المهم
اللي هو مود يعني ما في جوع يعني اذا توقع او مثلا هاي تتعور ماكو مشكله راح يرجع قلوبك زي ما كان. وصلنا للمود الثاني اللي هو مود الايزي. الايزي هنا أنا بهذا المود طبعا اوكي ينفع الكرياتيف اوكي عزيز المتابع. مود الايزي هذا ايش راح يسوي؟ راح تجوع بي وراح يعني وراح يجونك وحوش بهذا المود. فمود الايزي يعتبر مود كويس مو صعب ولا سهل، يعني هو مود سهل يعني ايزي سهل. يعني مثلا اذا هذا الواحد هذا البيج او هذا الخنزير اكتله فراح يتعور وراح يموت، وانا اذا ادمج فراح اخذ مده من الوقت بحيث راح تقوم ماتي هاي الهانجر بار هذا راح يقوم يطلع لي انه تحذر على هاي الشغله. شوفوا الان الهانجر بار نقص شويه، فانت بهذا المود لازم تحذر من هاي الشغله وتحذر بانه اكو وحوش راح تراسبن وهو ساذج الاجواء. فحاليا بالليل راح يقومون يراسبنون وحوش. حلو شنو الفرق؟ الفرق انهم راح يقتلونك وراح يدمجونك. الفرق بين مود البي الايزي والنورمال والهارد. النورمال خلينا اشوفكم هذا النورمال. حلو النورمال ايش فيه؟ النورمال يختلف عن الايزي بانه الوحوش راح تقوى راح تصير دمجها اقوى يعني راح اوكي خلاص روح. شوفوا يا عيال كيف دمج نص قلوبي وشي. اما مود الهارد يا عزيزي المتابع فهو اصعب مود، بحيث انظر كيف يدمج هذا الزومبي. انا اكبر مود الصعوبة الخارقة اللي انت المفروض اذا فدنوب تريد تتحدى نفسك اختار مود الهارد لانه مود جدا صعب. فانظروا حتى السبايدر يقدر يقتلني بكل سهولة وانا لا افعل شيء، وحتى قتله صعب يعني. فلازم انك تحذر في هذا المود. اوكي يا جماعة رحت الحين عشان اسوي عالم جديد عشان اشوفكم ايش هاي الخيارات. الخيار هذا اللي هو ستارتينج ماب هذا الخيار خيار يعطيك خريطة من بداية اللعبة. والخيار الثاني اللي هو بونيس تشيست هذا يعطيك تشيست من بداية الجيم. اما هذول الباقين اللي هم المنبر اللي هو النجمة هاي يعني اي واحد راح يدخل العالم راح يكون عنده الحق بانه يكسر ويعمل كل شيء طبيعي. اما اذا اعطيته التاج فهو راح يقدر يسوي كل حاجة زي ما يقدر. اما هذا اللي جوه اللي هو فلات او انفينيتي ها خيار الانفينيتي راح يعطيك عالم لا نهائي وعادي، اما الفلات راح يعطيك عالم مسطح تماما. الخيار اللي جوه اللي هو السيد هو عبارة عن ترسبن العالم. مثلا انت عالمك تريد ترسبنه مثلا مكان يعني هيك يكون يم قرية وهيك، فانت لازم تحط سيد خاص بالقرية او شيء زي كذا، او تروح هنا وتكتب بالبحث سيد مثلا مال فيليجرز او مثلا فد مكان انت تحبه او مثلا تيمبل. فهذا هو اللي يتعلق بالسيد. مثلا اذا صاحبك عنده فاخذ السيد وحطه هنا وراح يطلع لك الشيء اللي تريده. هنا عندك فلندلي فاير اللي هو هذا اذا تطفيه تطفيه او تفعله. اذا طفيته لما راح تقوم تقتل صديقك، لما راح تحاول تقتل صديقك ما راح يقتله، بس اذا فعلته لا راح تقدر تقتله. هذا شو كوندرنت كور كوردينيتاس جونتندرين. المهم هذا هو خيار الاحداثيات، اما الباقيات ما انصحك انك تلعب بيها، وهذا هم ما انصحك تلعب بيه. وذن الباقيات ذني عبارة عن خيارات تضيف لك بعض الشغلات باللعبة مثل سبيكتيتر مود زي شغلات كثير، بس لما تلعب مودات المفروض انك تحطها. هاي الاكتيفيت شيت
تفعيل الغش. هاي شني؟ هاي بيها بعض الشغلات اللي ما موجودة، مثلا هذا الخيار always day. always day يعني كل الوقت يكون نهار ماكو ليل أبد. أما هذا keep inventory فهو عبارة عن يحفظ لك أغراضك لما تموت. هذا موب سبونينج يعني ترسبن الموبات، يعني مثلا إذا أنت بعالم كرياتيف وما تريد موبي رسبن فطفي هذا الخيار. أما هذا موب جريفينج ما أعرف إيش، المهم يعني خيارات بسيطة. فبس ماك شي بعد بهاي الخيارات، هو كل الخيارات المهمة في هاي المكان. بالنسبة للمالتي بلاير يقول لك هنا مالتي بلاير جيم، هاي لو تفعلها لو تطفي، هاي اذا تفعلها راح يقدرون الناس يدخلون وياك، اما اذا طفيتها ما حد راح يقدر يدخل وياك. حلو حلو. اما هنا يقول لك شنو نوع الناس تريدهم يدخلون وياك، فريندز اون اوف فريندز، اصدقاء واصدقاء، او اصدقاء او اصدقاء فقط، او انفايت اونلي، او فقط اللي تدعيهم. وهاي ما اعرف شو معناتها الصراحة، يعني بدون كذب الصراحة يعني. اما هنا نجي لروسس باكس والشغلات اللي انت منزلها، مثلا انا منزل روسس باكس هنا كوما، وهنا عندي بوهوفرز باك كوما طبعا ما. اوكي يا جماعة، بعد ما دخلنا طبعا العالم لقينا اول شيء اللي هي الخريطة، طبعا العالم فلات فراح يكون كل حاجة حرفيا عبارة عن فراغ لا نهائي، رسبن بي وحوش شغلات ما بيها معنى. هذا تشيست طبعا راح يرسبن بي شغلات عشوائية، مثل مرات اكس بيكاكس، شغلات حلوة تساعدك في بدايتك في العالم. بس بالنسبة لعالم افلات فما اظن انه راح يساعد في شيء. يب سوري، ماكو اي فايدة من عندك حاليا. اوكي يا جماعة، ورجعنا لكم مرة ثانية. وطبعا كما قلنا لكم على الكيبورد، وان يعني طبعا المالتي بلاير يا كيبورد. المهم المالتي بلاير قلنا لكم عليها قبل شوي، يا الله هذا الديتش. المهم كيبورد اند ماوس هذا كله يتعلق بجماعة الماوس والكيبورد. طبعا انا بدي اشتري واحد بس لحد الان ما جاي ادبر واحد. وبالنسبه للكنترولر ايضا اعدادات كنترولر فتقدر تعدلها براحتك. اما بالنسبة للماوس والكيبورد فانصحكم تفعلون هذا الخيار، لانه واحد من المحترفين قال لي فعل هذا الخيار. المهم جينا على افضل اعدادات اللي هي التاتش، واحده من اكثر الاعدادات المطلوبه. بالنسبه لي انا مفعل التحكم الجديد، فراح يضع لي هنا خيارات، ان بالناس العاديه ما عندهم هاي الخيارات. المهم فاني مفعل كلاسيك. كلاسيك يعني ايش؟ دقيقه واحده، كلاسيك يعني زي كذا، يعني عطني اكس وبيكاكس وحركات، يعني اضرب كذا يعني اوكي. اما بالنسبة للخيار الثاني اللي هو يعني خيار غير الدائرة، اللي هو خيار السبلينت كنترول. سبلينت كنترول يعني راح يتحول هذا الى عبارة عن سهم تقدر تضرب بيه اسرع وكذا حركات. فهذا الشيء يعود لك، واذا تريد تفعله فعله، واذا ما تريد تفعله لا تفعله، هذا الامر يعود لك ايضا. فشيء اسطوري نوعا ما. اما بالنسبة للتحكم الجديد فبي خيارات هواي، فخيار الكروس هير اللي هو خيار يعطيك بعض الشغلات، زي انه الكروس هير يعطيك هاي يسموها هاي الازرار كلها، هاي الازرار كلها زي القفز والتحكم. طبعا شرحنا التحكم الجديد بالكامل فما اعتقد اني احتاج اشرح مرة ثانية. لكن الشيء اللي ما تعرفه يا عزيز المتابع، انك اذا حولت التحكم الجديد الى تحكم كلاسيك ثم طفيت السبلينت كنترولر وحولته الى تاتش، فانظر الشيء الاسطوري. يب ماينكرافت، لكن التحكم الجديد زائد زائد الدائرة، حرفيا صارت اللعبة دائرة وتحكم جديد. فالشيء جدا اسطوري. هذا الخيار خاصة مفيد مرة للبي في بي، يعني بس تخيل كمية الكومبوات اللي تقدر تسويها. انا راح اعطيكم فد مثال بسيط، نعجيب فيليجر، اسف فيليجر لازم اوكي فينكتير مدري ايش اسمه. المهم وطي الصوت، الصوت راح يكون مرة عالي. ف 1 2 3
شوفوا يا جماعة وين وديناه وين كان، فيعتبر خيار جدا مفيد للكومبو وهاي السوالف الحلوة. يب انا اعتقد اكثركم مهتم لهذا الخيار، فراح نكمل بالخيارات الباقية. المهم يا جماعة بالنسبة للكلاسيك الخيارات باقي، قلنا هذا سبلينت، سبلينت كنترول، وهذا الافتي، هذا الافتي يعني مثلا اذا انت مثلا الازرار تريد تخليهم بالمقلوبي، فشوف شو صارت بالمقلوبي شو الخيارات، يعني اكو ناس ما يعرفون يلعبون فيب يقدرون بهاي. اما بالنسبه يا عزيزي المتابع للخيار الاخير اللي هو بولتون سايز، بولتون سايز وهو عباره عن حجم الازرار، تريده كبيره تريده صغيره، فهذا الامر يعود اليك. مثلا اذا نصغرها، صغرها يعني خلاص صغرها، بغى صغرها، شوفوا الكوش قد صغيره، شوفوا كيف يعني، يعني تقريبا جدا جدا كيوت. اوكي يا جماعة طبعا انا حسام المونتاج، انا نسيت اشرح لكم خيار السنسيفيزيتي او الحساسية، فهاي هي خيار الحساسية، وبس كملوا المقطع وحطوا لايك، لا تنسون اللايك. اوكي يا جماعة الان بالنسبة لخيار البروفايل، خيار البروفايل هو عبارة عن خيار بخياراتك الشخصية، يعني بكيفك تريد تحولها او تريد تعوفها، انا انصحك انك تعوفها، بس هذا الخيار لما نسوي اكسترينال وسيميلا اوكي، فباقي الخيارات انصحك تعوفها لان ممكن ينحذف حسابك بوحده من ذن الخيارات، وانا اتوقع هذا الشيء جدا هواي. اما هذا بالنسبه للكريتور اللي هو الكوماندات وذن السوالف، فاذا تعرف الكوماندات انصحك تروح على على واحد يعرف الكوماندات، لان انا خبرتي 0.000 في الكوماندات، فلا حد يقول لي شيء على الكوماندات. اما نجي على افضل خيار اللي هو خيار الفيديو، خيار الفيديو يعطيك الكثير من الاشياء، فاول شيء عندك البرايتنس اللي هو السطوع، سطوع الشاشة، يعني اذا تخليه واحد شوف شوي يعني اللعبة صارت غامقة، واذا بتخليه 100 شوف كيف بيصير، بيصير متفتحة شوية أفضل من قبل، وهذا الشيء الصراحة يفيدك مثلا بالكهف أو كذا حاجة. الكاميرا الثانية، دقيقة وين الكاميرا الثانية؟ أوكي هاي الكاميرا الثانية اللي هي كاميرا الشخص الثاني اللي هي تصير زي كذا، يعني بتمشي زي كذا وتباوع زي كذا وتلعب زي كذا، فيعتبر خيار جدا أسطوري ويفيد الذي. والخيار الثالث الذي هو خيار الشخص الثالث اللي كنت أصور لك بيه في بداية المقطع زي كذا، كيف حالك يا عزيزي المتابع؟ هل تريد أن تتعارك اليوم؟ لا لا شاقة وياك عزيزي المتابع حبيبي، شلونك؟ إلا بيك، حط لايك، الله يديك العافية. اوكي يا جماعة جينا على الخيارات ذني، اول واحد اللي هو هاي ذني الثلاثة، انصحك ثلاثة انك تفعلين او تطفي ذني وتفعل هاي بس، لكن انصحك ان تطفي ذني الثلاثة عشان ايش؟ تخفي جميع الازرار الموجودة اللي هنا عشان ايش؟ التصوير السينمائي. هل تعرفون مثل كذا، هل تعرفون من هو همتارو؟ لا لا ما تعرفون منو هامتارو، دقيقة ما تعرفون منو هامتارو، المهم يعني عرفتوا بعد زي كذا. اما بالنسبة يا عزيزي المتابع لخيار السكرين انيميشن فهو خيار اختياري، فانا مخليه مقفل. تعرفون هذا الانيميشن لما تطلع مثلا زي كذا بيطلع لك زي كذا لودينج، فهذا السكرين انيميشن اذا تلغيه، شوف تشوف هذا الخيار شوف كيف بيحمل، فاذا الغيه ما راح يعطيني زي كذا حركات، فراسا يعني اول ما اطلع زي كذا راح يدخلني على اللودينج بدون اي سوالف زي ما قبل شوي طلع، فما اعرف هذا الشيء يعود لك، وهو ما اعتقد انه يفرق باي حاجه، ممكن يفرق بالنسبه 0%، فيب. اما بالنسبه للخيار HUD اوبتيك اوبتيسي فهو خيار يعطيك مثلا الانفنتوري مالتك، الانفنتوري تاعك تريده مبين يعني زي كذا مبين، دقيقه بس قلت لكم الانفنتوري تاعتكم اذا تريدوها مبينه ففعلوا الخيار على الاخير زي كذا زي ما انا مسوي، بس عفوا انه اذا هيك تسوي فراح يختفي الانفنتوري تماما وبعد ما تشوفه اصلا، فانصح انك تخليه من 80 وفوق، او انك اذا تريد مثلا 50 او شيء، بس انا اظن انه 75 شيء جدا اسطوري.
اوكي يا جماعة، واحدة من الاشياء اللي نسيت اعرضها في المقطع ونسيت اشرحها في المقطع اللي هي الاف او في، اللي هي النظر مالتك. هسه حاليا انا لما قاعد اشوف جاي اشوف مقرب جدا، فاذا اريد افعل او ابعدها هذا الشيء يعني لازم اروح على السيتنجز ثم اذهب الى خيار الاف او في واعلي من 90 وفوق او اقل. والان انظروا انه يعني المنظور اختلف بشكل جدا كبير، فيب انا بس نسيت هذا الشيء. ويب كملوا المقطع ولا تنسون اللايك. خيار جدا مهم اللي هو خيار يعطيك شيء زي اوكي يا جماعة. الان واحدة من افضل الخيارات في ماينكرافت هي انك لما نتأشر على بلوكة راح تطلع عندك البلوكة زي كذا، شوف تطلع مربعات سوداء زي البي سي او ما اعرف زي ايش، بس انا اظن انها بس شغلة واحدة مفيدة تفيد بالبريدج وكذا، وما في شيء بعد يفيد فيه او ما اعرف ممكن بيها فايدة بعد. مهم بس انا هي الخيار الوحيد اللي يعرف فايدة انه بس يفيدك لما تريد تأشر على بلوكة وتعرف بك. اوكي يا جماعة، رجعنا على الخيارات الاسطورية اللي هي خيار الفيو بوينج، اللي هو خيار عبارة عن اذا انت مثلا لما تتحرك، شفتوا الانيميشن اللي طالع حاليا على الشاشة الان، لاحظوا شوية الصوفة والوول، الوول حاليا عندما قاعد يتحرك جاي يتحرك، والاكس تمام هم ايضا قاعد يتحرك. اذا طفيت هذا الخيار طبعا اوكي ما ادري ايش صار. المهم اذا طفينا هذا الخيار شوف شلون راح تصير حركة، تصير الحركة عادية اصلا، ما راح تصير اي حركة، راح تحس ان اللاعب واقف تماما ما جاي يصير اي شيء، تحس اللاعب ما عنده اي احساس او شيء زي كذا. بس انا افضل اني اطفيه لان تعود على هاي الشغلة وتعتبر واحدة من اعدادات اللاج. اما الثانية فهي كاميرا شاك وفانسيبلز واندر كولدز. الفانسيبلز تعطيك ايش يسمونه عندما البلوكات تصير شكلها حلو، والبيوتيفول سكينز وذين السوالف كلها هاي اللي هنا، هاي كلها عبارة عن سوالف لللاج. يعني زي انه شوفوا الحين طلعت لي بعض الشغلات، زي انه طلع لي شادو بالشخصية اليكس، حاليا اكو شادو على شخصية اليكس اذا جاي تقدرون تلاحظون، وايضا اكو بعض الشغلات مثل انه هسه حاليا اذا اكبر لكم شجرة راح تلاحظون بعض الاختلافات، او حتى بالفيكتوري نفسه قاعد تشوفون عند شو بعض الاختلافات بانه الجرافيكس صار احلى واحسن 100 مره، وهو يعني على مود اللاج فانا دائما مطفي كمان على مود اللاج. عشان ايش؟ عشان اللاج. شوف الحين هاي شكل الشجره وهي بمود الار تي اكس اللي من الجهاز نفسه، وشوفوا ايش قد تطلع جميله. اما الان فالشجره بعد اطفاء جميع خيارات اللاج من عدا الفيو بوينج اللي هي هاي هي خيارات اللاج، فتعتبر خيارات انت حر بيها تريد تفعلها تريد تطفيها، تعود اليك من تبدا من الفانسي جرافيكس بنهايه بالفيو بوينج، فهاي كلها تعود لك. اما هذا فوف كان بي الترا باي جيم بلاي، شوف عندما تطفيها راح تحس نفسك انك بدك تمشي بطيء، مع انه بدك تمشي سريع وبدك تقدر تقمز اربع بلوكات، لكن عندما راح تفعلها راح ترجع ماينكرافت زي قبل. دقيقه واحده، اوكي دقيقه واحده، هني بتروح على فيو بوينج واف او في. حاليا لما راح تتحرك راح تحس انه اللعبه قاعده تتحرك شوي زي قبل يعني، وشي حلو يعتبر، وانت بكيفك عاد تقدر تتعلم على سكاي وورز، لان هاي الصراحه الشغله شفت ان لها فائده جدا كبيره في سكاي وورز وزي كذا. اما بالنسبه لهذا الخيار اللي هو خيار الكلاسيك والبوكيت، الكلاسيك هو عبارة يخليك عن عبارة عن يخليك الانفنتوري زي كذا، يعني الانفنتوري يصير ماتك زي كذا، يصير الانفنتوري تاعك زي كذا. اما بالنسبة للخيار الثاني اللي هو البوكيت، هذا هو خيار البوكيت، نزل تحت. خيار البوكيت يحولك عن الفيتور القديم، يعني يصير الفيتور اكس زي كذا، شوفوا يعني كيف. فانت عندك الحرية في انك تحول فيتوريك من البوكيت الى
الى الكلاسيك، فهم ان يعتبر خيار. صراحه يا جماعه احب انني اخلي خيار البوكيت اخلي احوله الى كلاسيك، لان احس شوي غير بالشغلات باللعبه. اما هنا أنا عندك هاي اللي هنا أنا ما اعرف ايش اسوي، والجوازن خياراته طبعا خليهن ري تريسينج هاي للاجهزه القويه، طبعا ما تقدر تفعلها مع الاسف لان جهازك ما يدعمها. اما هاي هي تشانكات، فهي المكان اللي تقدر تشوفه او البعد اللي تقدر تشوفه، بس من هنا اقدر اشوف هاي الاشجار، مع انني جدا 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 بعيد، لكن اقدر اشوفه لان انا معلي تشانكس. وانصحك الصراحة يا عزيزي المتابع بانك تخليها اقل شيء، عشان ايش؟ عشان ما بيصير عندك اي نوع من اللاج. اما هذا السبسكرايب فهو عبارة عن شغلات تقدر انت تضبطها اذا تريد تشتري ريليم او شيء. والاوديو دائما لما تصور خليها 15 او اقل اذا صوت جهازك عالي واذا ناصلها. اما بالنسبة للرسس باكس فهو الرسس باكس اللي انت موجودة عندك في الجهاز، وهذا هنا اهم الرسس باكس، والبي اوفر باك ايضا هي عبارة عن باكات نزلها من اليوتيوب. وبس يا عزيزي المتابع، اتمنى الان انك صرت محترف في ماينكرافت وتعرف كل شيء، عشان ما حد يصير راسه مربع ويقول لك انا بدري ايش لا تلعب الخيار. يا عزيزي المتابع حاليا انت تعرف كل شيء عن اعدادات ماينكرافت وش تسوي، ففضلا وليس امرا انا احب اقول لك ان شوي تعبت بهذا المقطع لان قلبي خلص وانا قاعد اسوي. فأتمنى من عندك انك تحط لايك واشتراك، وآسف على السحبة، وأتمنى ان هذا المقطع يعوض كل شيء انا سويته قبل خايس او مقطع ما حلو. وبس، مع السلامة يا اساطير، باي.